صباح الخير للجميع. يشارك المستشفى الاستشاري العربي العالم بالاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين. يهدف الاحتفال اليوم إلى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره عاملاً أساسياً في الوقاية من الأمراض، وخصوصاً الأمراض المعدية، حيث دلت الدراسات على أنه في كل عام فهناك 1.7 مليون طفل يموتون قبل عامهم الخامس بسبب الإسهال. كما يساعد غسل اليدين في داخل المستشفى ومن قبل الطواقم الطبية في منع انتقال العدوى بين المرضى وإلى الطواقم الطبية، مما يساعد على تقليل الوفيات بين المرضى وتقصير فترة الإقامة في المستشفى ويقي الطواقم الطبية من المرض. إننا اليوم ننتهز هذه الفرصة لندعو الجميع إلى جعل غسل اليدين بالماء والصابون جزءاً من ممارستنا اليومية، وندعو طواقمنا الطبية الحرص على تطهير الأيدي سواء بالماء والصابون أو بالكحول عند التعامل مع المرضى وقبل وبعد أي ملامسة للمرضى. يسعد صباحكم زملائي الأعزاء في مستشفى الاستشاري العربي. طبعاً إحنا اليوم بنحتفل وبنأكد على يوم غسيل الإيدين اللي له أهمية كبيرة جداً، وأعتقد نظافة الإيدين هي مش بحاجة كانت ليوم عشان نحتفل فيه، ولكن وجود يوم بهذه المناسبة للتأكيد على أهمية غسيل الإيدين والنظافة وخصوصاً في القطاع الصحي. فغسيل الإيدين بالنسبة لنا للأطباء والممرضين وكل العاملين في القطاع الصحي هي جزء أساسي وأصيل من العملية المهنية اللي إحنا بنقوم فيها، ودورنا بالتواصل مع مرضانا. إحنا بنأكد دائماً على إنه غسيل الإيدين قبل وبعد أي إجراء طبي وقبل وبعد أي احتكاك مع أي مريض للضرورة، وللضرورة طبعاً لحماية المريض وفي نفس الوقت لحماية الموظف. بتمنى إنه يكون كل يوم عندنا يوم نحتفل فيه ونأكد فيه على نظافة الإيدين وغسيل الإيدين بالماء والصابون. هذا يوم عالمي وإحنا جزء من هالعالم، وأعتقد إحنا نعطي مثال حي لتواصلنا مع هذا العالم وكوننا جزء من العالم المتحضر اللي بيقدم كمان خدمة طبية مميزة.